اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده، ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 لحظة يا اخوانا، مش كده ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدينا. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش داخل. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضتوا مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر. يعني الشتيمه ما تنفعش. انت مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نبدا الباشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض، وانت واقف تتفرج على الضابط. انت يا ريت انك بتضرب الكرسي، انا عارفك وعبيتك في الحجز. يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدة باشا اتصرف بسرعه على الضابط. تمام يا فندم. اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ هعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه. هتشرفني يا فندم. من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك. انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل صيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة يا أبلة فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهارده مثلا سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ ردي عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ هعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه، وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه، وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز تضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه، وانا ما في اصلح ان افخ الكلارينيت.
ما تقلقش يا بيه، ابقى انفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر؟ اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم، تعال تعال هفهمك بالعقل كده يا بيه. كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي، يعني اديني فرصه. تتخطاني تروح تقابل السيد مساعد وزير الداخليه؟ متورطتي فيك؟ اسمع بقى المهمه اللي انت متماسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله، شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي، انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. جامعة دي اسمها جامعة الصفا الدولية، في عيال في الجامعة دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيلة اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغاية دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمة يا أستاذ بسيوني الدخول بسرعة وسط الشلة بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بطارق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشلة. وبايظ أبو أمه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد، أبوها راجل أعمال كبير بس بنت غريبة، غريبة وتصرفاتها أغرب منها. ده بقى حمزة عبد الحق الشهير بحمزة مارتن، مطرب فاشل بس عامل فرقة وبيغني فيها. إنجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة. حفلات أبداً. ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين؟ تشتغل لهم أنت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالسو ده. يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني، ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا الظابط بتاع ليه ما تولعش في بيتي ابدا؟ انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيوني بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خد يا بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه ايوه لفت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعال ورايا الحرز. ايوه تعال ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل الحفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى مفخيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حسومة. ده حازم. امال هيكون عمرو؟ مين عمرو؟ شنب اصطبحتك الجركة ابو كرتون يا فندم. الاصطباحه اللي عاملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني انا بطرحه. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفله هتفضح. اللي انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي.
في ايه يا فندم؟ كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه جايب لي كهارب ومزمار بلدي؟ قول لي لا حفله طهور يا سيباسيوني، ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار، انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو دي مهمه. تتفضل. بقول لك يا جرع انت بس يوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني؟ ساحر فندم. بص، شايف العيال مسجلين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بترمزني ليه؟ زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي، يا ابو العزايم يا زوجة. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب واخده راحتك يا مايا على الاخر. روحي هفن معاهم، هفن روحي هفن هفن معاهم. سيادة القبطان، عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيلي ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطسي في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس، واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل الواحد يتغير علشانه. فوزية مسافرة وعامل حفلة، بس حازم جالك على غفلة. ما تفهمش غلط، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك، صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، أنا هشرح لك كل حاجة بعدين. تشرح لي إيه يا باشا بلبس الألعاب اللي أنت لابسه ده ساعات؟ حلو؟ طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي بره. شبكة إيه؟ الشبكة يا باشا اللي بره. يا باشا عشان كده حضرتك حاططني في الآداب عشان أتستر على جرايمك. يا بجل افهم، أنا فعلا ابتديت إجراءات نقلك، بس أنت ساعدني. نقل إيه يا أبي وتكلفة إيه؟ كنت مثل الأعلى وخلاص انهارت. يا سفاح الأندر إيدج. اخرس ولد حازم. حبيبي وحشتني عزمي، انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي، روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعه فظيعه. اوضتك دي؟ ها اوضتك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوة. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي، بعدين بعدين. بقولك ايه يا عزمي؟ الا الجو ده ما بيسرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايدج جايه تسلم عليا. اه ربنا يوفقك يا باشا. نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟
أنا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش معقول يا فندم.